يعطيكم العافية جميعا، بتمنى الكل يكون بخير ومتابع معنا السلسلة التعليمية بدون وقوع أي مشكلة. اليوم درسنا كتير صغير وبسيط، ما في أي شيء، شرحنا عدة أقسام منه أو أجزاء منه بفيديوهات سابقة، اللي هو شرح أو تفسير لمعاملات الإسناد أو معاملات التخصيص. نحن بنعرف أنه عملية اليساوي هي لعملية إسناد طرف يميني إلى طرف يساري، فوقت بدي أقول سي تساوي A زائد B، كأني عم يعني شو تفسيره؟ أنه روح اجمع كشت على الطرف اليميني، أو قوم بأي عملية من جمع ضرب ناقص قسمي باقي قسمي، أنجزها وروح بعد ما بتطلع الناتج بتروح بتسنده إلى القسم اليساري أو الجزء اليساري. فمثل ما شايفين عندي ناقص يساوي، قسمي يساوي، إزاحة يساري، ضرب منطقي، جمع منطقي، مثل ما شايفين كيف بينكتبوا، شو تفسيرهم؟ مثل هون سي روح اضرب بالتاتا مع A والناتج سيفو بسي، سي روح اجمع بالتاتا مع بالتات A وحطه بسي، وقس على ذلك الجمع والضرب وباقي القسمة وإزاحة اليميني. الإكس أور مثلا سي إكس أور يساوي A، كأنك عم تقول عمول إكس أور بين بالتات A وبين بالتات سي وسيف الجواب بسي. بتمنى يكون الدرس بسيط، وهو للأمانة بسيط. إذا في أي سؤال على فيديو ماضي أو فيديو اليوم شاركونا بالتعليقات، وبتمنى الكل يفعل زر الجرس مشان توصلوا فيديوهاتي أول بأول. يعطيكم العافية ومنشوفكم بفيديو جديد.